احمد صلاح وعبد الله دول يا جماعه في الالعاب الجماعيه، انا وجهه نظري يعني في الالعاب الجماعيه في مصر هم في حته تانية. احمد صلاح وعبد الله هم في حته تانية، كابتن الفرقه طبعا، نتائج واداء واحتراف ومنتخب. هم يعني اقول لك حاجه، هم طلعوا مثلا اول ما طلعوا اول بطوله افريقيا في 2005 كان تونس كسبانه امم افريقيا 8 مرات واحنا مرتين. دلوقتي تونس كسبانه 9 واحنا 8، احنا وصلنا ل 8 ست بطولات مختلفة، انا كنت في 3 منهم ان شاء الله. فهم بصراحه يعني كتصرفات كالتزام، بس كانوا بيهاجموا يا كابتن عبد اللطيف يعني، كان هم بس تونس بقى 10 تقريبا دلوقتي مش 9، هو يعني اخر بطوله كسبت كده اخر بطوله كمان بقى 10. احمد وكابتن عبد الله تحديدا، احمد صلاح وكابتن عبد الله كانوا بيهاجموا تحديدا من قبل البعض، وكان بيتقال يعني عليهم يعني خلاص كبروا عجزوا. بس هم الحقيقه برضو كانوا بيردوا في الملعب لاخر وقت بالظبط. يعني هم مش عقليه ان احنا يعني مش هتلاقي حد فينا عموما في الكره الفولي اي تعامل مع السوشيال ميديا بشكل مباشر. كانوا بيقولوا لك ايه في الكواليس يعني، كانوا بيردوا على الكلام ده بينك وبينهم ازاي؟ ولا الكلام ده اكنه موجود اصلا. احنا في تارجت بعد المكسب، عارفين كويس قوي الكلام بيتغير تماما. يعني انت دايما في الكره الطايره بالذات ممكن نقطه في ماتش تفرق تخليك في السماء، ونفس النقطه ما تكسبهاش الناس تنسى لك.